سعيد النصيري رئيس الوداد البيضاوي مشى العكاشة البارح. كيفاش تشد وعلاش تشد ومع من تشد وشنو علاقته اسكوبار الصحراء؟ واش هادشي غادي ياثر على فريق كبير بحال الوداد البيضاوي؟ واش غادي نشوفوا نهايه فريق الوداد البيضاوي الفريق العريق المغربي الذي يمثل المغرب في بزاف ديال المحافل الافريقيه؟ وانا نقول لك انا كودادي ما يمكنش لي نتخلى على اي عنصر من عناصر ديالنا كيف ما كان، سواء رئيس او لاعب او كنقدر نضحي بغالي والنفيس ووقتي، وقدر الله ما شاء فعل، حنا درنا اللي علينا وكمال الله سبحانه وتعالى. بزاف ديال الناس كيقولوا باللي القانون ما كيتطبقش في المغرب، ولا الناس اللي عندهم السلطه والنفوذ كيديروا ما بغاو وما كيتطبقش عليهم القانون، ولكن انا كنامن باللي ان المغرب تطور وما بقاش هادشي، ولا القانون كيتطبق ما بقاش بك صاحبي، لان طلع واحد الجيل كيعرف باللي القانون وكيتبع التعليمات الملكيه. البارح تحطت واحد القضيه هزت مدينه الدار البيضاء، تورط فيها 25 شخص من بينهم 7 في حاله اعتقال و18 في حاله سراح مؤقت. القضيه على السيد الوكيل العام الملك بمحكمه استئناف بالدار البيضاء، 25 مشتبه به، تم تقديمهم امام السيد الوكيل العام. كلهم ريوس كبار، كاين اللي معروف وكاين اللي ما معروفش. بالنسبه للناس اللي معروفين منهم عبد النبي بعيوي، هذا رجل سياسي، رجل اعمال كيعمل مجال البناء ومجال ديال السياسه، هو عن حزب الاصاله والمعاصره ورئيس مجلس جهه الشرق. اولا كنشكروا جميع اعضاء مجلس الجهه اللي وضعوا فينا الثقه اليوم على راس مجلس جهه الشرق لولايه ثانيه، وكذلك كل الشكر والامتنان لساكنه الجهه اللي وضعت الثقه ديالها في هذا المجلس هذا، اللي ان شاء الله غادي يكون عند حسن ظن الجميع. كتروج واحد التصويره دايره البوز في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف الالكترونيه اللي كتجمع ما بين رئيس الوداد البيضاوي سعيد النصيري وما بين رئيس جهه الشرق عبد النبي البعيوي، هما جالسين في البرلمان. رئيس جهه الشرق تشد هو وخوه بزاف ديال الناس اخرين. رئيس جهه الشرق هو الاخ ديالو، كاين مقاولين، كاين عمداء شرطه، كاين عناصر الدرك، كاين كما قلت مقاولين، كاين واحد الموثقه، كاين مصممات ازياء، يعني من جميع الاطياف تقريبا. قبل ما نقول لكم التهم اللي موجهه ضدهم، غادي نهضر لكم على سعيد النصيري ونعرف بالنسبه للناس اللي ما عارفين شكون هو سعيد النصيري رئيس الوداد البيضاوي. سعيد النصيري هو رئيس الوداد البيضاوي، رئيس العصبه. هاد السيد هز الوداد البيضاوي بزاف، وكان رئيس ديال الوداد البيضاوي بزاف ديال السنين صراحه. ربح مع هاد مجموعه ديال الالقاب لا محليه ولا قاريه، خدم على البنيه التحتيه ديال الوداد البيضاوي، ساهم في التقدم ديال الوداد البيضاوي لسنوات طويله. ولكن هاد الاعتقال ديال سعيد النصيري هل سيؤثر على فريق الوداد البيضاوي؟ هذا هو السؤال المطروح. وكيهضروا على بزاف ديال التهم، والتهم اللي مرطين فيها هاد الاشخاص تهم كبيره وثقيله، بتهم يعني تهم مختلفه تتراوح بين النصب والاحتيال، التزوير، تبديد اموال، تبييض الاموال الى غير ذلك، بينها التورط في الشبكه ديال المخدرات، النصب، الاحتيال، الاستيلاء على الممتلكات العقاريه، على تبييض الاموال، على النصب، على الاحتيال، وعلى استغلال النفوذ. واستغلال النفوذ الاخوان سطروا عليها بالاحمر، اللي هي من الكيورد اللي اساسي واساسي بزاف. وهنا واحد الاسم كيتكتب بزاف في العناوين وفي الصحف الالكترونيه وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وكيكتبوه دائما وكيهضروا عليه، اللي هو بارو المخدرات اسكوبار الصحراء. وكيقولوا بلي هذه القضيه عندها علاقه باسكوبار الصحراء. هذا الملف هذا يعني مرتبط ببارون المخدرات المعروف بمالي الملقب باسكوبار الصحراء. السي والكبير اللي هو واش هذا الشيء غادي يضر فريق الوداد البيضاوي؟ فريق الوداد البيضاوي كما قلت لكم الاخوان هو فريق كبير، فريق مغربي، عنده القاب قاريه كثيره، عنده القاب محليه كثيره، فريق اللي صراحه الى ضر فريق الوداد البيضاوي ضرت السمعه ديال الكره المغربيه. فريق الوداد البيضاوي لا غنى على التعريف ديالو، يعني ما نبغيوش المساس بالكرامه ديال فريق الوداد البيضاوي، لانه فريق يمثل كاع المغاربه. ماشي كمحامي انا ودادي ما نبغيش الوداد تمس المغاربه، ماشي غير فريق الدار البيضاء او لا جمهور الوداد البيضاوي، بل يمثل المغاربه كاملين، كيمثل الكره المغربيه، كيمثل السمعه
المغربيه. واخر حفل وكيف ما شفتوا في اخر حفل ديال الكاف اللي دار في مراكش تعزلوا ثلاثه من احسن الفرق الافريقيه وكان من بينهم فريق الوداد البيضاوي. هادشي اللي وقع الرئيس الوداد البيضاوي سعيد النصيري ماشي اول رئيس غادي يتوقع له بحال هادشي، بل بزاف ديال الرؤساء من بينهم روسيل هذا في 2014 الرئيس ديال برشلونه وما ادراك ما برشلونه، تورط في قضيه نيمار. وفي 2013 تشد ماسيمو سيليوني هذا رئيس ديال جوج ديال الفرق من بينهم ليدز يونايتد وكالياري الايطالي. يعني هناك بزاف ومجموعه ديال الرؤساء اللي كانوا تشدوا على تبييض الاموال وعلى القضيه على قضايا مختلفه، ولكن ما اثرش على الفرق ديالهم لان الفرق ديالهم مشات وحققت القاب كبيره مثل برشلونه مع روسيل اللي رغم انه كان تشد في الحبس فبقات البارسا كتحقق القاب. اما يعني كنتمنوا ان فريق الوداد البيضاوي ما يضرش وان سعيد النصيري ياخذ الاحتياطات ديالو ويعطي اوامر باللي فريق الوداد البيضاوي تبقى الاداره شاده شد الامور ديالها كما يجب، ونبغي فريق الوداد البيضاوي ما يضرش وما ينحدرش ويبقى غادي في سلسله نتائج ايجابيه، لان كنشوفوا فريق الوداد البيضاوي دابا حاليا اصلا في موقف لا يحسد عليه كما شفتوا النتائج اللي محققها في العصبه. داكشي اللي كنتمنوا ان فريق الوداد البيضاوي يكون فريق كبير يمثل المغرب والانديه المغربيه، لان حتى هو غادي يمثلنا في كاس العالم الانديه ان شاء الله سنه 2025. ولكن هاد الشيء ما غيسمحش باللي القانون ما يكونش في بلادنا. نبغيو عدد ديال الوزراء ما بقاش الضمانات في هاد الملفات اللي كتكون شويه عندها واحد يعني واحد الطابع يعني مختلف عن باقي الملفات، الضمانات ما كتبقاش كافيه. رئيس جهه الشرق ما سولتيش رئيس جهه الشرق، هو عنده ضمانات كبيره ربما اكثر من ديال سعيد الناصري. القانون يكون في بلادنا ويطبق، لاننا كنهضروا على بلاد باغا تنظم كوب دي موند، كنهضروا على بلاد باغا تنفتح على المحيط الاطلسي، كنهضروا على بلاد انها هي غادي تكون بوابه ديال الصحراء، كنهضروا على بلاد باغا تجلب مئات الالاف الملايين ديال السياح في العالم، كنهضروا على بلاد باغا تجيب عشرات الالاف ديال الملايين ديال المستثمرين، لماذا؟ المهم الاخوان نتوما كيفاش شفتوا هذه القضيه؟ واش مع هاد الناس اللي متورطين في التهم، واش التهم اللي موجهه لهم حقيقيه او لا ماشي حقيقيه؟ المهم بالنسبه للقانون غادي يقول الكلمه ديالو، وانتوما كما قلت لكم غادي تخليو لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير. تهلاو ديال البرلمانيين كاينين في وراء اسوار السجن المحلي عين السباح.